بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نتحدث عن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني، يعني من باينري لأوكتل. من باينري لأوكتل مبدئيا الباينري إيش عندنا؟ اللي هو الثنائي حكينا له رمزين 0 و 1، الثماني له 8 رموز من 0 ل 7. هي إيش الثمانية؟ الثمانية ترمز أو هي نفسها بتساوي 2 قوة 3. 2 قوة 3 هاي هسا راح يعني احنا ليش ذكرناها؟ لأن حاليا راح نركز عليها. 2 قوة 3 يوم بدنا نحول من باينري لأوكتل، هيها ما هي 2 هون 2 قوة 3. يعني بنيجي ايش بنعمل؟ بداية بنيجي بنبلش من اليسار لليمين، بنقسم الرقم لثلاث أقسام من باينري لأوكتل. هاي 3 أقسام، هاي 1 2 3، هاي 3 أرقام. هاي هون نقسمها لثلاث أرقام، هون نقسمها لثلاث أرقام. تمام. هسا بنحط عندنا هون هاي 1، ربع الواحد أو مش ربع الواحد عفوا، ضربها ب2، هاي 2، هاي 4. تمام، هاي نفس الشيء، هاي خانة جديدة 1 2 4، نفس الشيء 1 2 4. هاي صار عندنا إيش؟ صار عندنا 3 خانات وكل خانة بيها 3 أرقام. بنيجي ايش بدنا نعمل؟ اللي فوقها 1 بدنا ننزلها، واللي فوقها 0 بدنا ايش؟ بدنا نهملها، ما بدنا نعمل لها شيء. بنبلش عندنا 1 0 1 1 1 0 0 1 0. تمام، هاي هون 1 2، هون الزيرو ايش تحتيها؟ تحتيها 1 0، فايش مش راح نتملها. ال2 فوقيها ايش؟ 1، راح ننزلها. الفور فوقيها 0 برضو ايش؟ راح نتركها، مش راح نتملها. هسا بنيجي هون ايش عنا؟ عنا الواحد فوقيها 0 راح نهملها، الاثنين فوقيها 0، هاي 2، هاي الخانة الها بس 2، هاي هون 2. هون ايش؟ الاربعة برضو فوقيها 1 فراح ننزلها، هاي 4. طب 4 و2 مش راح نتركهم زي هيك، راح نجمعهم. لانهم ليش راح نجمعهم؟ لانهم 2 نفس الخانة، هيهم تبعات لهاي الخانة اللي بيها 3 ارقام، فهاي 6 وهاي 2. هاي هون عندنا نفس الشيء، هون 1 0 1، الون ايش فوقيها؟ 1، راح تنزل. 2 فوقيها 0 راح نهملها، الفور فوقيها 1 راح ايش؟ راح ننزلها، راح نحط ايش؟ 4، راح نجمعها هون لانهن بخانة واحدة، راح تطلع 5. وهذا هو الجواب، 5 562. حطوا 5 6 2، طلع معنا الجواب الأول. هسا بنشوف إيش؟ بنشوف الجواب اللي قبل، اللي هو عنا نفس الشيء من باينري لأوكتل. راح نبلش، حكينا قبل شوي إيش؟ بدنا نقسمه من اليسار لليمين. نبدأ تقسيم من اليسار لليمين. هاي أول 3 مع بعض، هاي قسمنا أول 3 مع بعض، رد إيش؟ 3 اللي بعدته مع بعض، نرد 3 اللي بعدته مع بعض، رد 3 اللي بعدته مع بعض. السحون ضل 2 2. طيب كيف فينا نعملهم؟ لازم 3، صح حكينا قبل شوي 3، لأن 8 هي 2 قوة 3. إذا بتتذكروا حكيت بفيديو من الفيديوهات، بأحد الفيديوهات، إنه الزيرو على الشمال ما بتأثر بالباينري، لو حطينا زيرو مش راح تأثر، فهي هاي زيرو ما أثرت، عادي الرقم بضل نفسه. هسا بنبلش 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4. هسا بعد الفاصلة، بعد الفاصلة نفس الشيء، بس إن إحنا إيش؟ مش راح نبدأ من اليسار لليمين، راح نبدأ من اليمين لليسار. تمام، هون راح نبلش هيك 3، هاي 1 2 3. وهون بعد الفاصلة أي عدد على اليمين ما بيأثر، قبل الفاصلة أي عدد على اليسار ما بيأثر، وهون أي عدد على اليمين ما بيأثر، لأن لو حطينا هون 0 0 مش راح تأثر، راح تضل نفس الرقم. وبنبلش إيش راح نعملها؟ هاي 1 2 4
I heard 1 2 4 1 2 4. تمام. هسه راح نبلش ننزل بالأرقام. الأرقام راح تبلش عندنا كالآتي: هاي الواحد الون والتو والفور كلاتهم فيهم حكينا نحط 1 زائد 2 زائد 4، كم تطلع؟ 2 زائد 4 6 و1، هاي 7. هاي هون الون انت ون والفور انت ون، التو انت زيرو، انت ركة ون وفور فاي، هاي فاي. هسه منيتي الون انت زيرو، التو والفور انتم ون، فراح ننزلهم مجموعين 6 4 زائد 2، يطلع لنا 6. هاي هون عندنا الون فوقها زيرو والفور فوقها زيرو، وبناخذهم عندنا التو فوقها ون، راح ناخذها هاي تو. هاي هون برضو الون فوقها زيرو وبناخذها الفور فوقها زيرو وبناخذها التو فوقها ون، ناخذها هاي الرقم ايش اللي قبل الفاصلة، هاي الفاصلة هذا اللي قبله، هاي هون 1 2 3 4 5 7. هسا بنحط الفاصلة. هسا بعد الفاصلة راح نيجي نفس الشيء نبلش فيهم. هاي هون فوق الون فوقها زيرو، تو فوقها زيرو، الون هو الفور فوقها ايش ون، راح ناخذها 4 4. هاي الون فوقها ون والتو فوقها ون والفور فوقها ون، فخلص راح نجمعهم راح يطلعوا ايش 7. هسا الون فوقها ون، التو فوقها زيرو، هاي بنهملها، الفور فوقها ون ايش بناخذها؟ ناخذ 1 زائد 4 هاي 5، هاي الفاصلة بيناتهم، فايش راح تطلع؟ 5 7 4. هاي بخصوص التحويل من النظام الثنائي إلى الثماني. أما الآن راح نحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي. هاي عندنا 256. قبل شوي ايش عملنا؟ قسمنا الخانة إلى 3 أرقام، لأنها الأوكتل ثماني، والثمانية اللي هي إيش؟ 2 قوة 3، 3 خانات. هسا هون ما بنقدر، يعني هاي ما شو الطريقة اللي عشان نعملها؟ راح نضل على نفس الشيء، راح نحفظ قصة 3 خانات. راح نبلش هاي 6، راح ننزلها هون. إيش راح تعطينا؟ راح تعطينا في عنا إيه كم خانة؟ إحنا قبل شوي إيش قسمناهم؟ 4 2 1 صح؟ وهاي هون 5 4 2 1 4 2 1. قبل شوية ما قسمنا زيرو كنا نحط كل 3 قناة مع بعض، كنا نحط 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4، كنا اللي فوقها 1 ناخذها واللي فوقها زيرو ما ناخذها، نهملها هون. طيب ما في عندنا فوقها 1 ولا فوقها زيرو، ايش نعمل؟ نيجي هون 6، ايش الارقام اللي بتكون الستة؟ 4 و1، لا 5، 4 و2، 2 و1، 3، 4 و2 بتكون الستة، فايش راح نعمل؟ راح نحطهم زيرو هون 1 1. خلينا نحط لها لون ثاني، هاي زيرو هاي 1 هاي 1. هاي الفايف ايش بتجمع الفايف عشان تعطينا فايف؟ هاي هون الون راح نعطيها 1، وهاي الفور راح نعطيها 1، لأنه 4 زائد 1 تم 5 2، إيش راح نعطيها؟ 0. هاي هون عندنا نفس الشيء، التو التو إيش شيها؟ بس تو، هاي 1 معناتها هاي راح تكون 0، هاي راح تكون 0. الآن بناخذهم مع بعض بالترتيب نفسه وبنحطهم، هو بيطلع معنا الجواب 0 1 0، هيك يعني بدأنا إحنا بالترتيب 1 0 1 1 1 0. خلصنا، ما في عندنا اي مشكله. هسه بننزل على الرقم اللي بعدها اللي فيه فاصله، نفس الشيء. هاي الرقم راح يكون عندنا ايش؟ راح يكون عندنا هون الثري، نعطيهم نقسمها 3 خانات زي قبل 1 2 4، هاي 2 1 2 4، هاي 1 1 2 4، هاي 5 1 2 4، وهاي 7 1 2 4. راح نيجي الثري من ايش بتتكون؟ تتكون من 1 و2، هاي 1 1 0. 2 من ايش بتتكون؟ 2 لحالها، هاي 1 هاي 0 هاي 0.
الون من ايش بتتكون؟ هاي ون لحالها، ون زيرو زيرو، هاي عشان ما نخربط بينهم هذول كل واحد لحال، لانه الخط عشان ما تخربط بينهم. الفايف من فور ون، هاي ون هاي ون وهاي زيرو. السيفن من ايش بتتكون؟ السيفن بتكون منهم كلياتهم، اربعة زائد اثنين ستة، وواحد سبعة، هاي ون هاي ون هاي ون. ونبلش بننقلهم بالترتيب، السيفن اول شي محطة ون ون ون، بعد الفايف ون زيرو ون، بعد ايش ننتقل للون زيرو زيرو ون. هسا ايش في عنا؟ في عنا بدنا نكملهم التو والثري، التو والثري نيجي التو ايش زيرو ون زيرو، هاي زيرو ون زيرو، والثري ايش زيرو ون ون زيرو ون ون. وهيك بكون انتهى التحويل من النظام الثماني الى النظام الثنائي. يعطيكم الف عافيه.